اهلا وسهلا فيك واهلا وسهلا بالجمهور الكريم وباللاعبين الجداد اللي معانا، ونتمنى تشوفوا مباراه حلوه اليوم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم بنيرلوندا ارينا. اليوم رح نلعب ماتش الخفيف ان شاء الله، والشباب عم بحموا وان شاء الله كم دقيقه بيجهزوا، وبنتمنى ان يكون ماتش ودي والشباب تلعب بهدوء. وشكرا الشباب هلا عم تستعد ليبلشوا بالمباراه، يعني شويه تحماي هلا على الخفيف، ناطرين بعد اللعيبه ليجوا، وبعدين يعني شيء خمس دقائق او هيك بنبلش المباراه. نتمنى تكون مباراه شيقه ويستمتع فيها الجمهور، خاصه انه ما عندنا بعض اللعيبه اللي يعني عم بيقدموا مستوى عالي، وخاصه انه استخدمنا لاعب جديد من المانيا. يعني اهلا وسهلا فيكم بفريقنا، فريق المحبه الرياضي بنيرلوندا. الشباب اليوم تجمعوا وحيقدموا مباراه كثير حلوه اليوم ان شاء الله. الشباب، وطبعا جت عروض كثيره من فرق كبيره، بس احنا رفضنا. يعني wir haben uns gefreut heute mitzuspielen, kommen aus Deutschland. Ein schönes Spiel, ja genau, und wünsche euch viel Glück. بالاخ حسام الضيف جاي من تيسلاند، لعب معنا مباراه وديه، بس يعني كانت مباراه كثير جيده، وفزنا على 15-2 ضد الفريق المحبه. احنا فريق المحبه طبعا، احنا فزنا ضد الفريق الثاني مش عارفين شو اسمه، بس عن جد نشاط حلو كان، والشباب كثير كانوا. بس كابتن انتم يعني صراحه اخذتوا مننا، كنتوا تلعبوا كثير عنيفين، ما في داعي لهاللهب يعني. احنا يعني ورغم هيك ما قدروا يجيبوا اكثر من 8 اهداف بالمقابل احنا 15 هدف. بعدنا هلا حكينا 15-2 15 هلا مين؟ لنا 2-15 بس لا بس تيجي الشباب والجماهير على هالماتش الودي. ولع يعني بذلوا جهد عظيم. نشكركم، نشكر الجميع، والسلام عليكم.